في حلقة اليوم، سيمون من النمسا يرغب بسيارة كلاسيكية مناسبة وبميزانية بين 16,000 و 17,000 يورو، ويصبح الخبير متعدد الثقافات. هيا هيا هيا، ولينا على علم كامل. شخص رائع لينا، بما أنك تهتمين بالأشياء القديمة، إذن تعالي، فأحدهم يريد سيارة قديمة. تلك ليست قديمة بل كلاسيكية، صحيح؟ أجل، يريد سيارة كلاسيكية للاستخدام اليومي. مرحبا أيها الخبير، أنا سيمون من النمسا، أريد سيارة كلاسيكية للاستخدام اليومي، سيارة كوبي. الميزانية من 16 حتى 17,000 يورو بين عامي 70 و80، أتمنى مساعدتي في ذلك. شخص نمساوي وأثري. إذن الكرة في ملعبك، فأنت من أنصار السيارات الكلاسيكية. أنت فاتنة سيدتي. لا داعي لذلك، لندعها هناك. وداعا. وداعا. أعتقد أني قد أزعجته فعلا. كلاسيكية، دائما تقال هذه الكلمة، ومع سيمون هذه ليست بالمهمة السهلة أيها النمساوي القديم، صحيح؟ الميزانية نحو 17,000 يورو، ولكنه لم يمنحني فسحة كبيرة للعمل، فهو يريدها للاستخدام اليومي. وكوبي من صنع السبعينيات أو الثمانينيات. نعم، ليس بالأمر السهل، لكني سأبذل ما في وسعي وهذا سيكون كافياً. المرشح الأول يأخذ الخبير إلى شمال غرب ألمانيا. إنها سيارة BMW 635 CSE بمحرك ممتاز، وهي تباع بسعر بين 19,000 و20,000 عندما تكون بحالة جيدة. لا أعرف كم تكلف إذ لا أرى سعراً هناك، لكنها من عام 85 ورائعة، وإذا كانت دون 16,000 يورو فقد نوفر النقود وتتمكن لينا من عمل شيء في المرأب. بيتي وقاربي وسيارتي. لا أريد البيت أو القارب بل السيارة من السلسلة السادسة، إنها جيدة. والآن إلى دينا. قيل لي إنك ترغبين ببيع البي ام دبليو. أجل، إنها كبيرة جداً بالنسبة إلي. أقصد أن قيادة مركبة كبيرة في المدينة صعب مع مواقف السيارة الصغيرة. أجل، فالمواقف صغيرة والسيارة كبيرة. لكن السيارة جيدة، جاءت من سويسرا وأنا المالكة الوحيدة. أفهم أنها ليست مسجلة هنا حتى الآن؟ صحيح، لقد قمت بدورة واحدة سريعة بها حول حديقة المنزل. وكم ثمنها؟ 12,000 يورو. رقم كبير. إنه كبير، لكن السيارة رائعة وبحالة ممتازة، وكما بإمكانك أن ترى هي حالياً على الإطارات الشتوية، ولكن لدي طقم من الإطارات الصيفية هنا في هذا الصندوق الخلفي من أجلك أيضاً. رائع. المفاتيح في المشغل، خذها في قيادة تجريبية. أنا أشكرك، شكراً جزيلاً. عفواً، سأقبل بهذا. أنا أقود البي ام دبليو 635 سي اس اي، وهي من السلسلة السادسة، وقد أنتجت لفترة أطول من أي بي ام دبليو أخرى، والتي تفصح عن رواج هذا النموذج الكوبي أنيق التصميم. وإذا استطعتم الحصول على سيارة من هذا النموذج فلا تتخلوا عنها، فزيادة قيمتها مضمونة. عندما يتعلق الأمر بالآلات فإن البافاريين هم دائماً في المقدمة، حيث يمكنك الحديث عن الخيال العلمي، كما هي الحالة مع السلسلة السادسة الكلمة السحرية ACC، وتعني ضبط تحقق النشط، إذ يوجد ضوء لمستوى كل سائل، فكل ضوء صغير إذا لم يضئ فلا مشكلة. ويوجد في المحرك ذي الأسطوانات الست عناصر قوة تناسب ذلك النموذج القاسي وتناسب أرباب الأسر الشباب. إنها آلة متينة
وتعمر طويلا حتى لو كنت ممن يقودون بسرعة عالية كـ200 كيلومتر في الساعة، فاحتراق مؤازر مع سرعة تعشيق رابعة لا يهم، إنها الخيار الأمثل. نعم. السهل الشمالي من الأماكن القاسية، ومن الجيد أن تمتلك سيارة لأن الحافلة الأخيرة غادرت. الفحص الخارجي، إنها بهجة للناظر، خطوط جميلة وتصميم مذهل من بول براك، والذي اخترع الماء، الماء المالح. لا أنا أمزح، كان هوندرات فاسر. سأتكلم بجد، قام بول براك بعمل رائع وتفوق على مصمم السيارات الإيطالي جوجارو، لأن السيارة صنعت بهذا الشكل لمدة 14 عاماً، ولقد أحبها الناس فعلاً، وأنا أحبها أيضاً مثلهم تماماً. هذا جيد. ها هو الانحناء، ليس مجرد مظهر خارجي، إنه تصميم هوفمايستر، وقد يقول بعضهم أريدك هذا الانحناء، فلنشتري بإم دبليو، فجميعها تحوي انحناء هوفمايستر. لحسن الحظ لا يوجد صدى، إنها بقعة طين خالية من الصدى. لا يوجد صدى على أقواس الإطارات، وهذا رائع. الجناح الخلفي الأسطوري الذي أثار الكثير من الجدل، إذ وجده بعضهم مبتذلاً، بينما أحبه بعضهم الآخر، وأنا من هؤلاء. فسيارة 635 CSE لا يمكن أن تكون من دون هذا الجناح، بأي حال ومن دون دموع يجب فكه. العادم المزدوج ليس في الوسط تماماً، لكنه على الجانب، ويبدو صوته كموسيقى مغني الجاز لويس أرمسترونغ، ولويس يلمع بوقه بطريقة أفضل. كان أكثر لمعاناً وأجمل قليلاً، ما يعني أن مظهره مثل صوته، القليل من التنظيف، وسيحافظ على تناغمه مع فرقة الجاز مجدداً. المظهر والصوت ليس كل شيء بالنسبة إلى سيارة كلاسيكية في النمسا. لعبة جميلة، وأعتقد أنها ستعجب سيمون. الرسوم في النمسا قد تكون عالية جداً. بأي حال، بما أن عمر السيارة لم يتجاوز 30 عاماً، فتعد ليست قديمة، لأن هناك ضريبة رفاهية عالية على هذا النوع. أما ضريبة النوفا، وهي ضريبة الاستهلاك المعيارية، فهي تحسب على أساس الأداء واستهلاك الوقود وانبعاث الغازات أيضاً، وهذا مكلف جداً، إذ نتحدث عن 4000 يورو فوق سعر الشراء، أي عليك أن تكون متيماً بهذه السيارة حتى تتحمل هذه التكلفة. يبدو هذا عملياً. انظروا إلى استطاعة الأسطوانات هنا. في هذه الحالة سأرغب بأن أجمع استهلاك هذا مع أداء هذه، لكن هذا غير منطقي بالطبع. قامت شركة BMW بتركيب مجمع السحب هذا في عدة نماذج، وهذا هو محرك الست أسطوانات ذي الترتيب الخطي، الذي يمكن أن يكون ناعماً جداً كالمخمل، لكنه أيضاً قوي جداً. مكابح بنظام منع الانغلاق ABS بدءاً من عام 82. والآن انتبهوا، انتبهوا، هذا الطلاء يدعى طلاء بولاريس المعدني. ولماذا يدعى هكذا؟ لأن من ابتكره هو جانيس بولاريس في تيسالونيكي. ولكن يا أولاد، هذا مجرد هراء، لأن جانيس بولاريس جاء من أثينا وليس من تيسالونيكي. لنلقي نظرة تحت السيارة، لا أرى أي صدى، لكن يمكنني رؤية كاتم الصوت المركزي الضخم، إنه حقاً مهيب. أتفحص العادمة بالنظر ولا أرى المحول الحفاز، إنه غير مزود به للأسف. فقد أضيف منذ عام 85، ليس بشكل ثابت، إنما كخيار إضافي فقط. فالملك الأول وفر بعض النقود. لنعد إلى
60 لمناقشة السعر. هيا. إن تكلفة إضافة المحول الحفاز تعادل 900 يورو، حيث توفر 270 يورو كضريبة سنوية، وحتى ضريبة النوفا في النمسا لن تكون بهذا الارتفاع، ما يجعل الـ BMW مكلفة حقاً. تينا، أكانت التجربة جيدة؟ أجل، كانت ممتعة. إنها متعة بافارية ملكية حقاً. كم طلبت ثمنها؟ 12,000؟ 11,000؟ حسناً، 11,700. و500. 11,500 وليس أكثر، لأن السيارة بحاجة فعلاً إلى الكثير من العمل. اتفقنا، كما تريد. متأكدة؟ جيد. حسناً، اتفقنا. تينا، هل العرض نهائي؟ أجل. السيارة والمنزل والقارب ما زالت لك، سأكلمك. بالطبع. إلى اللقاء. شكراً، إلى اللقاء. شكراً. أنا على الطريق، ولحسن الحظ لم يكن الصدأ مشكلة. وبالمناسبة، إذا رغبتم بعدم وجود الصدأ كما نرغب بذلك جميعاً، ننصحكم بالبحث عن السيارات الآتية من أمريكا من الولايات المشمسة. وقد وجدت سيارة رائعة من طراز بورش 911 SC، وليست بالنقلة السيئة، SC سوبر كاريرا. إنها في كليف، إنها قريبة، فلنتجه إليها. ألمانيا، ومواقف سياراتك. يا إلهي، لقد عثرت على كنز حقيقي هنا. بورش، هنا لا يوجد بورش. ألفا روميو، ألفا، BMW، بورش. أسود، تلك هي التي أبحث عنها. والآن أين هو أندرياس؟ أندرياس، ها هي الـ 911 SC سوداء. بعض التفاصيل لو سمحت. من عام 78 SC، سيارة أمريكية اقتنيتها قبل 3 أو 4 أشهر، وهي جاهزة إلى حد ما. تبدو جيدة ومناسبة. نعم، مناسبة. لكن بالطبع عليك أن تخبرني كم ستكلف، كما في الإعلان. نرغب ب17,900 مقابل السيارة. قلت ترغب، أي بإمكاننا التفاوض. ها؟ جربها أولا. حسناً، لنبدأ بقيادتها. شكراً أندرياس، شكراً جزيلاً. شكراً. هذه بذلة رائعة. شكراً. جداً، والسيارة أيضاً. أراك لاحقاً. حسناً. شكراً جزيلاً. أراك لاحقاً. أنا أقود الأسطورة بورش 911 SC 3G، اسمها طويل، ولكن هذا ما يضعها الآن مع السيارات الفخمة في ألمانيا. سيارة السوبر كاريرا 3 لتر G، ولماذا G؟ لأنه منذ عام 68 مرت البورش 911 عبر النماذج A, B, C, D, F، وفي النهاية النموذج G. يمكنني أن أحكي ساعات عن تاريخ البورش، ولكن سأكتفي بالأمور الأساسية. من اللطيف أنها ما زالت هنا، لطيف بالنسبة إلي وإلى عشاق هذه الأسطورة. كان المفترض أن تحل محل 928، كانت تلك خطة شركة بورش ذلك الوقت، لكن ذلك لم ينجح، فبقيت البورش 911. فال 911 هي سيارة رياضية، لأنه عندما تعمل كل الأشياء معا كالمحرك وعلبة السرعات، ولكن هذا تحديدا هو جوهر الموضوع، إذ غالبا لا تتجاوب علبة السرعة، وهي المشكلة هنا. وتلاحظونها في صعوبات التزامن التي تبدو واضحة، خاصة مع السرعة الثانية أو عند محاولة التغيير إلى الثاني مثلا. ولكن هنا كل شيء منتظم. وما يعجبني بشكل خاص هو قيادتها، إنها لا تضاهي بورش SC، فهي رشيقة وديناميكية، ومع أن عمرها 30 عاماً، ولكنها ما زالت تسير بتألق. وليس أقل الأسباب هو وزنها الذي بالكاد يصل إلى 1200 كيلوغرام،
وهذا الوزن الخفيف له ثلاث نتائج إيجابية أثناء التسارع وعند استخدام المكابح وعلى المنعطفات، والسرعة الجيدة عند المنعطفات تعود للقوة النابذة المنخفضة. يبدو المقود جيداً والإطار ثخين بطريقة لا تصدق، ويمكنك أن تتشبث به. أجل؟ لكنه لسوء الحظ ليس الأصلي، مكتوب عليه دينو، لكن هذه ليست دينو، إنها بورش. أريد مقود بورش الأصلي. لوحة القيادة ممتازة، وأصحاب التصميم الداخلي في شركة بورش ماهرون. عداد الدوران ومقياس السرعة بالميل. أي شخص لديه ضعف في الحساب الذهني مثلي قد يخاطر بالدخول في ورطة مع الشرطة، وقد ينتهي بمخالفة سير. لن تعرف أبداً مدى السرعة التي تقود بها، لذا حتى أبقى في الجانب الآمن سأجد مكاناً آمناً للفحص الخارجي. إنه تصميم أنيق. S911 SC. الرائحة جيدة والصوت جيد وكل شيء جيد. المحرك محشور بطريقة جيدة، لا يوجد فسحة كبيرة للتهوية. يبدو كأنه يسخن. هناك سدادات إحكام جديدة لأطية الصمامات وبراغ جديدة وهي جافة. هذا المحرك هنا يبقى جيداً لمسافة 280 ألف كيلومتر إذا تركتموه وشأنه. فقط اتركوا المحرك الأصلي ولن يحدث له الكثير، وإن أردتموه رياضياً أكثر فتوجهوا نحو الهيكل فقط. لا تعبثوا بهذه المجموعة، لأن هذا سيقود على الأغلب إلى موت مبكر، فعليكم الحذر كثيراً. البورش جيدة حتى الآن. هذه السيارة جاءت من أمريكا، والشخص الذي اقتناها مسبقاً صاحب ذوق، فقد استبدل الصدمات الضخمة قبيحة المنظر الإلزامية في الولايات المتحدة بتلك الأوروبية. لو كانت تلك الأمريكية ما زالت موجودة عندها ستبدو كعبوة بلاستيكية شنيعة. ولحسن الحظ ليست هنا. الإضاءة الخلفية رائعة، مشعة كما يقول النمساويون وكما سيقول سيمون، ولكن يجب تبديلها لتوافق معايير الاتحاد الأوروبي. وللأسف أضواء الإشارة يجب أن تكون برتقالية وهذا بشع، لكن هكذا القوانين. سنفعل ذلك إن اخترنا هذه السيارة. من المواضيع الهامة التي تشغل الشباب هي الإطارات، وهناك الكثير من الأقاويل حولها، ولينا ستوضح هذا. وفقا للأساطير يجب تغيير الإطارات مرة على الأقل كل 6 سنوات. بكل حال هذه مجرد توجيهات وليست قوانين. هذه مثلا لها نفس الإطارات منذ 10 سنوات، وإلى الآن ما زالت الأثلام بعمق 1.6 ملم، وما زال المطاط محتفظا بمرونته، لكن الأمان أولا، لذا فإن هذه الإطارات ينبغي تبديلها فعلا. السيارة أتت من الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعني أن الصدأ ليس مشكلة في هذه السيارة. هناك ولايات يهطل فيها المطر بغزارة كما في الشمال الغربي حيث توجد الغابات المطيرة، ولكن معظم السيارات المستوردة تأتي من الولايات المشمسة. وبالمصادفة ما زالت بكامل الطلاء الحراري، ويوجد أيضاً طبقة من الزنك على كامل الهيكل، وهذه تشكل حماية من الصدأ إن لم تتأذى. لكن كيف يمكن أن تسير الأمور بشكل خاطئ؟ يمكنك بالطبع أن تتعرض لاصطدام أو تشوه أو مشكلة عند رفع السيارة بطريقة خاطئة عند تبديل الإطارات، ما يحدث أذية للمعدن، وعندها سيصدأ من الداخل نحو الخارج وسيكون مزعجاً، ولكن لا أذية ولا صدأ. الآن سأبوح لكم بسر، هذا ليس الطلاء الأصلي. لا، الطلاء الأسود لن يبدو هكذا بعد 30 عاماً. نعم، اختبار فحص الطلاء. أصفر، أصفر، أصفر،
ماذا نستنتج من ذلك؟ ذلك يخبرنا بأنها طليت بالكامل وعلى كامل أنحاء السيارة. لو كان اللون أحمر فعليك الافتراض أن أذية ما قد جرى صقلها ثم طلي فوقها في الوقت نفسه. كان هذا فقط حول المظهر. أجل، بعض الخدوش الصغيرة بحاجة إلى الإصلاح، كما تحتاج إلى أضواء الإشارة الجانبية التي تعتبر مخالفة للقانون هنا في ألمانيا. وهذا الشيء هنا هو المنفاخ، ويبدو أجل يبدو كطفل شقي، ولكن يمكن فهم ذلك إن اصطدمت السيارة بشيء وهي تسير بسرعة منخفضة جدا، إذ سياق هيكل السيارة من الانضغاط مباشرة. بالتأكيد أبقوا أعينكم مفتوحة، فإذا لم يكن الغطاء مطابقا تماما فهي رخيصة، فلن تحصل على إسي جيدة ب10,000. والآن لنفحصها من الأسفل. 911 إسي، اليوم هو يوم حظك، أولاً على الطريق والآن في الهواء، ولكن أين سينتهي بك المطاف؟ هذا جنون، انظر يا سيمون، هكذا تبدو. خراطيم جديدة وسدادات براغي، الصمامات جديدة وبحالة جيدة، بينما لم أعد أنا جديداً وبمظهر لائق، ولكن الآن يشرفني أن أتفاوض حول المسروقات والغنائم مع أندرياس بالتحديد، لذلك سوف أذهب إليه. أراكم بعد قليل، إلى اللقاء. إن تجهيز البورش لشوارع أوروبا لن يكون رخيصاً، وهذه نقطة لصالح الخبير. أندرياس، صديقي العزيز، كيف كانت؟ ماذا تعتقد؟ لأكون منطقياً أنت تبدو مرتاحاً نسبياً، ولكن بالتأكيد هناك بعض الأشياء كي تنتقدها حتماً. لا تقلق كثيراً، نريد أضواء الإشارة الأوروبية، وبالطبع الأضواء الأمامية اليمنى تعرضت لبعض الأضرار. حسناً. والخدوش أمر اعتيادي. إنها لا تبدو جميلة، وعدادها بالميل، ويجب أن يكون بالكيلومتر. أنت تريد 17,900، 16,900 مناسب. نظراً إلى الموسم وأحوال الطقس سأكون سعيداً بذلك. هذا مناسب؟ هذا مناسب. جيد، لنتصافح. اتفق. رائع، سأتصل بك. حسناً. أشكرك، أنتم تغادرون أثناء الليل صحيح؟ هذا صحيح. أراك لاحقاً. إلى اللقاء. على الحدود بين هولندا وألمانيا، وبينما أنا هنا يمكنني الاتصال بنيكو، فهو لديه عدد من السيارات، وربما لديه السيارة الكلاسيكية القديمة المناسبة لي أو لسيمون. نهارك سعيد، معك الخبير نيكو، المدير بنفسه على الهاتف. أضع الميزانية بين 16,000 و17,000، والمطلوب سيارة كوبي للاستخدام اليومي. ماذا لديك؟ مثل، لا تبدو متحمساً. جيد، سأتي إذن. الصديق نيكو، تفضل. يبدو العمل مزدهراً، لديك أشياء ثمينة هنا، مثل ما هو لدي في غرفة معيشتي. لا نستطيع التذمر، يوجد الكثير من السيارات وتباع جيداً. أجل، الرقم واحد في هولندا، تلك هي، فهناك فقط نيكو وال... أشكرك. وها هي السيارة المرغوبة. إذن يا عزيزي، حدثني عن 1750. 1750 في الواقع هي أندر سيارات البيرتوني، وهذا بشكل فعلي. إنها نادرة. نادرة جدا وبألوان نادرة. كم عدد المالكين؟ اثنان. جاءت من إيطاليا ولها 10 سنوات في هولندا، وقد تغادر إلى ألمانيا. سيمون نمساوي، وأبحث له عن سيارة. كم ستكلف؟ 17,000، ولكن جربها. سأفعل ذلك. قم بقيادتها وسوف تشعر بالرضا. تفضل. شكرا، ها هو المدير بنفسه يفتح لك باب السيارة. نعم. شكرا. نعم. أراك لاحقا، اطمئن، سأعتني بها جيدا. هيا انفضح بها. ألفا روميو بيرتوني 1750 أنتجت بين عامي 71 و77، وهي مثل تصميم جوليا شبرينت،
في ذلك الوقت اعتقدت شركة ألفا أنهم بحاجة للتركيز عليها. كانوا بحاجة إلى شيء رياضي. أرادوا سيارة كوبي وأطلقوا عليها اسم بيرتوني، وكانت كقالب الحلوى. جي تي في بيرتوني، وجي تي مختصر جراند توريزمو أي الرحلة العظيمة، وفي اختصار لفيلوتشي أي السرعة. وبيرتوني هي الوكالة التي جعلت من تصميم الجي تي في جميلاً. كاروسيريا بيرتوني من تورينو، يا إلهي هذا يبدو أجمل من بوديشولاتشيك، وهذه الأخيرة يا أولادي من سانت بولتن. سيقول الإيطاليون الآن هيا هيا هيا. سيارة كلاسيكية والهيكل من الستينيات، وهو يبدو هكذا. التلاؤم مع زيادة الحمولة بطيء، وإذا انفصل المرتكز المطاطي عن الهيكل لكونه قديما فستكون النهاية، وهذا سيكون فعلا إجراميا كما يقول الإيطاليون، أو جريمة كما نقولها نحن عادة. إذا سأعطي إشارة وأتجه يمينا. كيف نتعرف إلى أنصار الألفا؟ من عادتهم في القيادة، قدم على دواسة القابض وتعشيقة التروس على الثاني ثم إلى الأول وننطلق. أجل، طريقة الانطلاق. الرجال العاديون سيحاولون الإقلاع من الأول مباشرة، ولكن هذا سيعطيك ذاك الصرير لأنه لا يعمل، لأن علبة التروس عنيدة قليلا حسب الطريقة الإيطالية. عجلة القيادة أكثر تجاوباً، لكن يا إلهي فهذه لوحة القيادة الدائرية تحت أنفي تماماً. كل شيء بخير والطقس جميل، والآن إلى الفحص الخارجي. أرياف هولندا جميلة، وهي مناطق منبسطة. من الواضح أننا في هولندا، وأنا سأقوم بالفحص الخارجي والذي يبدأ اليوم من الداخل. لنفتح الباب ونلقي نظرة داخلاً، إنها جميلة ورائعة، ويمكنني القول هذا كله رائع وكل شيء متناغم، والشيء المدهش هو الكثير من الكروم. انظروا إلى الكروم في كل مكان. لم يعد بإمكانكم الحصول على هذه الأشياء، وهو أمر مخزي، فهذه سيارة مميزة وساحرة من الزمن الماضي الجميل. لاحظوا كم هو بعيد مقعد السائق. من يشتري سيارة كوبي يجب أن يعرف أن الناس لن يعجبهم السفر في المقعد الخلفي، لكن قليل من الأغراض على المقعد الخلفي كافية، وهي من دون قوائم. هذا ما ينبغي أن تبدو عليه فتحات الإطارات. جديدة. عجلات ألفا الأصلية ذات الفتحات. لقد اتبع القائمون على شركة ألفا هذا التصميم الأساسي، وبإمكانك الحصول على إطار عجلات ذي فتحات حتى اليوم. وبكل حال أصبحت الفتحات أكبر، ولهذا الأمر ميزة، فالفتحات الكبرى توفر نقوداً أكثر. والآن وصلنا إلى المشكلة الرئيسية للبيرتوني، وهي قابليتها للصدأ. نحو 7 طبقات معدنية تتوضع فوق بعضها في الهيكل، ولهذا فإن انزلق الماء بينها فسيستقر تحتها. إن الطبقة التحتية هنا على أقواس العجلات ملائمة ولا يوجد صدأ، وآمل أن يكون الوضع هكذا في الأماكن الأخرى. لنلقي نظرة على الصندوق، لأنه إذا كان هناك من صدأ فعلى الأغلب إنه في الصندوق. لنلقي نظرة في الداخل. ارفعوا السجادة دائماً وبلمحة سريعة عليها حول الخزان. تلك هي المنطقة التي يحدث الصدأ فيها. ليست سيئة جداً، جافة ومن دون صدأ. والآن نظرة يميناً ويساراً. تحت العجلة الاحتياطية هناك حشوتان مطاطيتان وقيتان من قطرات المياه. هذه الحشوات إنها هناك، وقطعة واحدة مع القليل جداً من الصدأ حولها ليس مدعاة للكثير من القلق. إنها ممتازة، جافة وغير صدئة. جيد، وهذا الشيء ثقيل. لنعده. هيا.
ونشد البرغي. نعيد السجادة ونغلق. قطع التبديل لهذه السيارة ليست مشكلة، يمكنك الحصول عليها بسهولة فائقة، إلا إذا كنت تبحث عن قطع تبديلية للهيكل. عندها ستصبح القطع مكلفة وقد تكون غير ملائمة. على المهتم بالسيارات الكلاسيكية أن يعرف أن هناك دائماً إضافات مكلفة جداً. احتفظ بنقود احتياطية دائماً. أنا أوان الجد. مركز البرتوني، إنه المحرك الذي لا تسير من دونه. محرك الألمنيوم يوفر وزناً، وكل شيء مزدوج. عمود الحدبات مزدوج، والمكربن هنا أيضاً مزدوج مثل غيره. ما يضاعف الاستهلاك أيضاً، لا يضاعفه تماماً، ولكن الأمر يتطلب الكثير من الزيت. عليك تغيير الزيت بعد مسافة 5600 كيلومتر. تطرح 7 لترات وتضيف 7 لترات، وهذا يشكل عبئاً مادياً، ولكن المتعة يقابلها دفع مضاعف. وعليكم أن تنتبهوا للوصلات المطاطية بين المكربين ورأس الأسطوانة. الثميل لأن تصبح نفوذة، وماذا يحدث وقتها؟ يصبح الهواء المساعد المسحوب ضمن المزيج ضعيفاً، وتصبح حجرة الاحتراق ساخنة جداً، وقد تنفجر وتحدث فتحة في المكبس. وعندها يكون الوقت قد فات والمحرك قد مات. تبدو جيدة هذه الإيطالية، مدهشة. 4 أعين ترى أفضل من 2، فهي ترى كل شيء مضاعفا. لذا لنعد الإيطالية إلى الهولندي ونرى كيف نجعلها تناسب النمساوي. هيا بنا. أجل، قل لي كيف تبدو نيكو. أنا بخير والسيارة تبدو بخير أيضا. كما توقعت. هذه مفاتيحك؟ إنها سيارة الأحلام. هذا يعني أنها ممتازة بكل فخر. كيف تقولها بالهولندية؟ إندروم فانين أوتو. إندروم فانين أوتو، لغة جميلة. تبدو كالألمانية. هذا صحيح. نعم، نحن جيران بعد كل ذلك، لذا علينا أن نتحدث قليلا. لن أشتكي كثيرا. الهيكل أصلي، ولكنه أصلي زيادة بالنسبة إلي. يجب أن نعمل على الهيكل. نعم. خمن أين سيجري هذا؟ أعرف أين سيجري، إنه نفسه دائما. 16,000. ها؟ هذا قليل. بماذا تفكر؟ كنت أفكر ب16,500. معقول. اتفقنا؟ 16,500. جيد، وأنا أوافق أيضا. 16,500. رائع، شكرا جزيلا لك، سأتصل بك. شكرا لك. وداعا. إلى اللقاء. قبلة على اليد، وتشرفت بلقائك. نلتقي في الجو المناسب مع الأشياء الجيدة النمساوية. هذا يحدث مع الخبير الذي ينبغي أن يجد السيارة أحلام سيمون. إليكم خلاصة الخبير، هيا بنا. الألفا 1750 بيرتوني عند نيكو البائع، والسيارة واللون أصليان. سيارة بلون أخضر جميل ورائعة وأصلية ومصانة بشكل مذهل، ويمكن أن تستمر لفترة طويلة. صوتها الأصلي جيد وتصنيفها ممتاز، ولكن الهيكل ليس الأصلي، فصمامات السحب منتهية وغير صالحة للممرات الجبلية النمساوية، ولن يكون سيمون قادراً أبداً على التجول فيها بشكل مناسب. في الواقع سيارة إيطالية تأتي من هولندا لشخص من النمسا، فالموضوع كله غير متناسب. لا، ليس مقبولاً، بل هراء. البي ام دبليو 635 سي اس اي أناقة بافارية وتصميم رائع وبحالة ممتازة، والهيكل لا يوجد ما يقال عنه، فتصنيفها ممتاز. لا صدأ ولا مشاكل في المحرك ولا مشاكل كهربائية، ولكن لا يوجد فيها محول حفاز ما يؤدي لانبعاث الكربون، ولا يوجد رقم لوحة ألماني، أي ستدفع ضريبة النوفا لإدخالها إلى النمسا. إنها ضريبة مرتفعة، ضريبة الاستهلاك المعيارية، فالاستهلاك يكلف الكثير من المال، أي النقود ستذهب هباء. بورش 911 لأندرياس
الولد الأمريكي المشرق، ما زالت تحمل الملحقات الأمريكية في أضواء الإشارة الأمامية والخلفية، وعداد السرعة بالميل، وأرني ستقول: ودعني عزيزي، هذا غير مقبول. وأوباما سيقول: التغيير، سنفعل ذلك. والخبير يقول: نعم سنفعل. الأداء والمظهر والعمر المديد كلها في بورش للأبد. وماذا أخبركم أكثر من ذلك؟ العبور هو العبور حتى في النمسا. سأذهب إلى أندرياس لشراء سيارته، ولكن معي وقت لفعل هذا. علمت تواً أن الخبير قد ذهب من أجل البورش، رغم أنها من أمريكا، إلا أن السيارة ستكون بحاجة إلى بعض التعديل، وذلك قبل أن يسمح بقيادتها في شوارع أوروبا. تعالوا معي. أي واحدة؟ نعم، هذه هنا. تبدو جميلة مسبقاً. أضواء التحديد هذه لم تعد تعمل بعد الآن. هناك خيارات أخرى. سأقوم الآن بتسوق قطع التبديل. أندرياس، الأمر أصبح جدياً. جدياً جداً. أرى المفاتيح والأوراق وكل ما يلزم. نعم يا صديقي، لا داعي للقلق، ولكن قبل أن أعطيك إياها أريدك أن تفتح المصرف لي. المصرف؟ في هذه الحالة هو محفظتك. كنت سأفعل، ولكني لا أملك شيئاً من هذا القبيل، ولكن معي نقود سيمون، وأمل أن يشبه المغلف المصرف. رائع، أشكرك. شكراً لك. والآن سأعيد وضع سقفي حتى لا تطير الطيور مبتعدة وتقول لي شكراً جزيلاً لك. وسيسر سيمون وزميلتي لينا بذلك جداً. رائع، شكراً جزيلاً. شكراً. ودعاً. إدي، أعرفك إلى صديقتنا الأمريكية الجديدة. تبدو بحالة جيدة. هذا ما اعتقدته. علينا تحويل هذه الأمريكية الصغيرة إلى ألمانية. حسناً. التحويل والتحديث هي كلماتنا السحرية اليوم. أول شيء قمت بإزالته هو هذه كي تبدو السيارة الصغيرة بشكل لائق. ركبت أضواء رئيسية جديدة، وسأعطيك زوجاً من الحلقات القاتمة. رائع. والآن حسناً، أصبحت في مكانها وعلى نحو طارئ. ففي هذا النموذج قمت بتثبيت الأضواء الرئيسية في موضعها، لأنه في الحالات الأخرى ستسقط بفعل الفرملة. وبالنسبة إلى أضواء الإشارة التي يجب أن تصبح كامدة، سأقوم بتبديل كل هذا الشيء هنا، فقانون الاتحاد الأوروبي لا يسمح بها بكل الأحوال، لذا سنركبه بطريقة ملائمة هنا. دعونا نتخلص من هذا المؤشر قبل كل شيء. ولكن ما كان يبدو مجرد عملية تبديل بسيطة يتحول إلى عمل شاق على البراغي يستغرق وقتاً طويلاً. على البورش أن تظهر متألقة، ولكن لينا تجد الحظ الجيد. نعم، كما توقعت، مجدودة ببراغ من الخلف وجميعها من البراغي الثخينة، فتوجب نزع الرفراف، لكن يداي تصلان إلى أي مكان. أصبح السلك الموصل للأضواء رخواً بعد الاستبدال، لذا يتوجب تغطية نهايات السلك بغطاء، وإلا فقد يؤدي إلى دارات قصيرة غير مرغوبة. لم يبق ما أشكو منه. وبعد فتل الكثير من البراغي حتى لينا داخت. أريد شجرة كي أقول وأخيراً بقعة من الظل. في النمسا يجب أن تحتوي السيارة على أضواء إشارة برتقالية مهما كان لون الغطاء، وهذا يعني ضرورة تبديل المصباح أيضاً. سنعطيها درجة من العتمة، فلربما تصبح حمراء. أجل، ربما. هناك شيء ما يصبح مميزاً وجميلاً جداً، وأنا أجده كذلك أيضاً. إنها إطارات العجلات فوكس الأصلية المصنوعة من الألمنيوم، والتي صنعتها شركة فوكس وقتها خصيصاً لسيارة البورش، وما زالت باهظة الثمن إلى اليوم حتى لو كانت مستعملة. ولقد قام إدي بتلميعها. لماعة، ثانيتين وأنتهي. أخيراً رجل يقوم بالتنظيف. إطارات العجلات الأصلية المطلية بالكروم ذات طبعة خشنة، ما يضمن جراً أفضل على المحور الخلفي.
تبدو البورش رائعة بإطارات العجلات الجديدة، وعندما يطوف سيمون حول سيارته الجديدة سيكون مسروراً أن عجلة القيادة الأصلية قد عادت إلى مكانها وليست مجرد نسخة رياضية. أفضل بكثير. أنت عليك الذهاب. سأنفصل عن دينو. عند تبديل المقود ستكون العجلات بوضعية مستقيمة، لأن المقود يجب أن يتوضع بشكل مستقيم والعجلات أيضاً. لن أقود بشكل مستقيم جداً، صحيح؟ لتوخي الحذر عليك أن تطلب من إحدى الورشات فيما بعد تفقد ما أنجز. لشراء عجلة قيادة جديدة لسيارتنا عليكم الحذر والانتباه، فغالباً ما يكون زر البوق ليس متضمناً بالحالة الطبيعية. صوتها كفيراري تشكو السعال. أكانت تلك إشارة لي؟ كانت تلك إشارة لك. اشتريت عداد سرعة بالكيلومتر. رائع، لأنه أحياناً يكون الأمر مزعجاً أن تقوم بتحويل الأميال إلى كيلومترات أثناء القيادة ومع كثير من الومضان. نعم، ولا نريد ذلك. بالطبع، لأن 80 ميلاً هنا هي ليست مجرد 80 كيلومتر. الرائع في هذه السيارة أن عداد السرعة يسحب ويستبدل من دون براغل. عند التغيير من مقياس السرعة بالميل إلى آخر بالكيلومتر، عليكم كتابة كلتا القراءتين لإثبات عمر الخدمة الدقيق للمركبة في حال رغبتم ببيعها. هل هي هنا؟ نعم، كله كلام ولا شيء ملموس، لكن اليوم لدينا الجوهر، سأخذها فورا. نعم، إنها سيارة رائعة. قبل أن تغادر العمل وأنا كذلك، بقي لدي شيء صغير، شيء توقعت. قديم كهذا يجب حمايته دائما أينما كانت، ولهذا السبب ما زال لدي غطاء سوفت كراج. هذا رائع. لنلف هذه القطعة الرائعة. الرائع هنا أنه ليس مصنوعاً من البلاستيك، بل من نسيج نفوذ للهواء، وهو عصي على الماء. يمكنك أن تترك البورش في الشارع شتاءً، ولكن غطها بهذا، ولن تتشكل أي رطوبة تحت. هذا رائع، ستكون ولن ملفوفة أيضاً. بدفء. تماماً، لن تصدأ وستكون رائعة في الربيع. هل نضعه عليها؟ يوجد شيء مثل شريط مطاطي في الأسفل هناك، ويمكنك أن تشده قليلاً، وعندها سنوقف أي رطوبة أو أي لينة من التسرب لداخل السيارة. وحان وقت الاتصال بالخبير. معي في سيارة أجرة الخبير الجذاب والشاب الأنيق والفاتن، إنه سيمون من النمسا. مرحباً. مرحباً. تتألم عيناي عندما ترى بحيرة كونستانس. تماماً، مقولة رائعة، والحلم يصبح حقيقة. منذ متى تدخر لشراء السيارة؟ 20 عاماً. منذ 20 عاماً؟ إذن حان الوقت لكي نكشف عنها. طبعاً. مستعد؟ أجل. إذن الآن إلى المرأب. لينا، ها هو شاب حقيقي من فور أرلبرغ. سيمون، ما قولك؟ شكراً، أهلاً بك في ورشتي، ويا لها من سيارة كلاسيكية قد أحضرناها لك. مستعد؟ أجل، ابقى هنا، سنذهب نحوها. واحد، اثنان، ثلاثة. لا، ما هذا؟ مجرد أجمل سيارة كلاسيكية لك. هذا جنون، لا أصدق. شكراً، رائعة جداً. سآتي معك. بالطبع، تفضلي. سنغادر إلى النمسا. إذن لننظر إلى ما لدينا. أهي رائعة؟ بل مذهلة. احصل على بورش وستنتهي الأمور بطريقة سيئة.